كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي. العشاء وثمانية دقائق على ديوان فام. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. باش نمشي مباشرة للمخشي المرشي. معنا مباشرة من المنستين مراسل ديوان فام محمد علي دكدوك باش يعطينا شنو الأجواء في المرشي. وقعدوا معنا على خطر بعد شوية باش ناخذوا كل التفاصيل مع هاني على الديربي، لأنه ويكاند ديربي ما بين اليوم وغدوة، هاند وفوت. دونك عندنا ما نحكيو مع هاني. مرحبا يا هاني. صباح الخير. صباح الخير عفوفة. صباح الخير الناس تسمع فينا الكل. يعيشك، نورتنا جميع الاستوديو. يلا نسلموا على محمد علي دكدوك. أهلا وسهلا محمد علي. مرحبا بك عفيف. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا على إذاعة الديوان. كما قلت في مارشي اليوم، تجيكم من مارشي المستير باش نعملوا جولة بالسادة المستمعين على أبرز الأسعار اللي لقيناها في مارشي المنستير. أكيد ما نجمش كي نقول مارشي المستير ما نقولش مارشي الحوت، لكن المرة هذه عفيف اخترت كونه نبدأ مع في الأسعار مع اللحوم الحمراء. علاش؟ باش نحكيو على التسعيرة وتحديد الأسعار اللي قامت به وزارة التجارة. حبيت نقول لك اللي التسعيرة ما هيش موجودة. حكيت مع الجزارة يقول لك ما عندناش علم. معنى كما سمعت أنت وكما سمعوا المواطنين الكل من الإذاعة، كونه اليوم باش ينطلق بيع لحم العلوش أو لحم الضأن ب 43 دينار. دونك خليني نعطيكم فكرة شنية الأسعار اللي لقيناها على مستوى اللحوم الحمراء واللحم العلوش. مثلا اللحم العلوش نفس الأسعار اللي هنا في المنستير، تقريبا بين 47 و48 دينار. بالنسبة لكبدة العلوش نلقاها ب 50 دينار، الدوارة لقيتها ب 80. بالنسبة للحم البقري الهبرة ب 38 حتى 39 دينار، نلقاو مخلط بالعظم ب 20 دينار، مخلط بلاش عظم ب 30 دينار، نلقاو كبدة بقري ب 31 دينار، الحم الراس ب 20 دينار، كتلة بقري 39 دينار، وبالنسبة للمرقاد البقري نلقاو بين 25 27 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. يعني محمد علي هذه متاع 43 دينار غير موجود إلى حد الآن في المنستير. أصلاً الجزارة ما عندهم علم. ما عندهمش علم. والحقيقة أنا كي نلقى الدار مش علم وصفة رسمية ديما نحكيو في هياكل رسمية في بعضها راهو. داكوغ. وحتى كي نلقى الدوارة ب 80 دينار يا خويا نقول أي راسي راهو مخلين عهدي بها بين 20 30 دينار ماكسيموم الدوارة. إش معناها تنقز ل 80 دينار؟ كيفك تفاجأت عفيف؟ سي إنورم معناها غالي برشا. شنو هذا؟ لكن تنجم تقول مفهوم، تعرف علاش؟ لأنه الدوارة أون فرانسيس تبدا فيها شطر كبدة، تشوف كبدة العلوش 50 دينار. معناها كي تشبع لك الكبدة تقريبا شطرها باش يشي فكتر لك 25 دينار، هكا على شطرها مرتفعة. ده ما يبقى مرتفع حتى كي. باهي تفضل. باهي نمشيو نحكيو على الأسماك بالنسبة لمارشي المنستير. جولتنا لليوم نلقاو فيها مثلا نصبر بدينارين، نلقاو السردينة من 2000 ل 2500، نلقاو اللاتشة اللي هي سردينة لخشينة من 4 حتى 5 دينارات. الحقيقة الأسعار ماهيش مش في المتناول. خلينا نبدأ وبار الأسعار هذه بقية الأسعار باش تكون مرتفعة شوية. نلقى مثلا الحلوفة ولا الفارة كيما يعرفوها مثلا في صفاقس 16 و 800. الرزام الكعبة صحيحة تبدا فيها 4-5 كيلو، كيلوها ب 8800، أون ترونش باش يقص لك تولي 14 و 800. نلقاو المرجان ب 13 دينار، نلقاو البوري ب 8800، نلقى الرسكاس 19 و 800، فما الحصيرة ب 13 دينار، نلقاو مناني مقصوص ب 55 دينار، وأون ترونش نلقاو ب 50 دينار، نلقاو الشولة شولة خشينة الحقيقة ب 36 دينار، الاسبادون الكيلو ب 30، نلقاو السيقال ب 80 دينار الكيلو، الدنديق ب 55، الجغالي ب 37، نلقى الشوابي ب 22 دينار، وقيت السولة ما جوي ب 28 دينار، نلقاو كلامار جويد بالكل ب 18 دينار، كلب البحر من 29 حتى ل 33 دينار، نلقاو وراطة جويدة أما بحرية ب 15 دينار و 500، لقيت شوفريت روزي ب 26 دينار و 800، بالنسبة للكروفات مش جويدة للخشينة تلقاها من 38 حتى كشي تفوت سعرها 80 دينار. نكملوا مع الحوت المربي الوراطة لقيتها ب 21 دينار و 800 وسعرها يعتبر مرتفع عطيت الحقيقه، والقاروص المربي ب 25 دينار و 800، وبالنسبه للطن اليوم الطن في مارشي المستير ب 26 دينار و 800. نواصلوا مع اللحوم البيضاء الاسعار زاد عطيت مرتفعه شوي مرتفعه الحقيقه. نلقاو الدجاج الحي 7 دينارات، الدجاج المذبوح من 8800 حتى 9000،
يعني نلقاو كويس الدجاج من 10900 حتى 11 دينار و500 كويس دودان 9500 حتى 9800 كويس دودان نلقاو من 13 دينار و500 ل 14 دينار اسكالوب الدجاج من 16 دينار و500 ل 17 دينار و500 اسكالوب دودان من 14 دينار و500 حتى ل 15 دينار و500 وبالنسبه تف داندون ونقوه في 7 دينارات وحارة العظام في مارشي المسير في 7 دينارات ديما تقولوا الأسعار مرتفعة شوية ديما مقارنة بالمارشي راهو ديما نحكيو على مارشي المسير يمكن نلقاو في مارشي أخرين أسعار أكثر من هادو ما نتصورش وأنه باش يكون فما اختلاف كبير فما نتصور فما في بعض مثلا في الحومة في الكبرى نتصور فما اختلاف على مستوى الأسعار اللي نعطيها لهنا بالنسبه للساحل نتصوره على حسب متابعتي شويه للاسعار نحكي توا على الخضر الحقيقه الخضر اسعار باهيه مش غاليه برشا نلقاو البطاطا من 1300 ل 1500 طماطم من 1300 ل 1600 فلفل شعباني من 2000 ل 2500 الفلفل البقلوطي من 2500 ل 3 دينارات نلقاو الفلفل الحلو من 2000 ل 2500 بالنسبه للبصل من 1500 ل 1800 في الناريه من 1400 ل 1800 القرع الاحمر من 2000 ل 2500 القرع بوتوزينة من دينار لدينار و500 بالنسبة للبتنجان من 2000 ل 2500 الكرنب من 800 دينار الكيلو نلقاو الفول من 2000 ل 2500 سلطة خس ولا الخس من دينار ل 1500 الكعبة خس البتراف الكيلو من 1300 حتى 2000 نلقاو الفقوس من 1800 حتى 2000 القارب من 1200 حتى 1300 هذا بالنسبة للخضر العادية الخضر الورقية طلق المعدنوس 500 الربط النعناع بدينار البجل بدينار ونلقاو الكلاسس بدينار ونكملوا مع الغلال في مارشي المسير نلقاو المشماش من 2000 حتى ل 3 دينارات و200 بالنسبه للخوخ من 2000 حتى ل 4400 بالطبيعه اعطيت اقل سعر واكثر سعر وتلقى نوعيات مختلفه ونتاع غلال تصبح نلقاو من 4 دينارات ل 6 دينارات بالنسبه للوز الاخضر من 2000 ل 2600 فما الفريز اليوم من 3 دينارات حتى 3 دينارات و800 كيلو بالنسبة للبطيخ لقيته من 1500 حتى 1700 كيلو البطيخ نحكيه على العنب عفاف مثلا الرطل ب 13 دينار وأكيد فيه هو العنب معناه عادي باش يكون سعره مرتفع برشا الديكلة نلقاوها ب 11 دينار و800 ونلقى زاد الديكلة ب 9800 نلقاو سوريز في مارشي المسير كيف كيف زاد الرطل ب 13 دينار سوريز نلقاو البنان 6800 الكيلو هو بنان مصر باش غرابة تفهم اللي مسعرته الدولة أو كانت مسعرته بخمسة دينارات نلقاو الأناناس الكعبة بعشرة دينارات ونكملوا مع البيسر لقيت شكون يبيع في البيسر 7500 وتقريبا هذه الأسعار وهذه جولتنا اليوم في مارشي المسير. يعطيك الصحة محمد علي دكدوك ظهر لي ينظري باش يولي بالنسبة للعائلة التونسية كل ما هو لحوم حمراء وبيضاء وأسماك وكل شيء الواحد يمشي يشري باك ومكملات غذائية ياخذ كعيبة كعيبة هو صغيرات وباش كلف له أرخص معناه. باش يولي في العيد ميلاد. لا شنو هذا معناه إنورم وين ماشيين بالأسعار هذيا يعطيك الصحة كان هذيا المغشية.